السلام عليكم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا خليكم مع الحلقة السادسة من حلقات تحفيظ سورة الملك، بالتوفيق إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم لاباس؟ إن شاء الله راكم بخير وعلى خير وبصحة وعافية إن شاء الله يا رب العالمين في هذه الأيام المباركات، وإن شاء الله تكونوا حفظتوا الوجه، يعني كان عندكم الوقت الكافي باش تقدروا تحفظوا الوجه تاع سورة الملك على بركة الله في الوجه الثاني. لكن حدث هناك تغيير خفيف، عوضا نبدا مباشرة في قراءة الآيات وإعطاء بعض من الأحكام. نبدا أولا نشرح لكم معاني مفردات هذه الآيات، يعني شرح مبسط ليسهل الفهم ويسهل كذلك الحفظ. وأسروا قولكم، يعني خبيوه ما تهضروش به، ولا حبيتوا هدوه يعني أو اجهروا به يعني بالقول. إنه عليم بذات الصدور، ربي على باله واش كاين في صدورنا. ألا يعلم من خلق؟ كيف لا يعلم الله الخالق ما تخفيه مخلوقاته وما تعلنه؟ وهو اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، الخبير الذي لا يغيب عن علمه شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، معناتها سهلة تستقرون عليها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مناكبها يعني نواحيها المختلفة، وكلوا من رزقه مفهومة. وإليه النشور، إلى الله الرجوع بعد الموت. هذا هو التفسير الميسر لبعض معاني كلمات هذه الآيات. نمر الآن بإذن الله إلى قراءة الآيات بالأحكام. نبدأ. وأسروا قولكم، عندنا هنا وأسروا شد حرف الراء، قولكم مد صلة كبرى مقدار 6 حركات، أو اجهروا به. هنا وش عندنا؟ هنا عندنا نقل حركة في الأصل، هو أو إي. إذا نقلت حركة الهمزة إلى الحرف الساكن ما قبلها، وتحذف الهمزة وتقرأ أو اجهروا به، مع قلقلة حرف الجيم وتفخيم حرف الراء. أو به، إذا هنا كي نحبسوا على ساكن، ونلاحظوا هنا عندنا مد صلة كبرى، واش نديروا عند الوصل؟ ننتبه، أو به، مفهوم؟ إذا عند الوصل، إذا وصلتوا وكان عندكم نفس منا حتى الآخر الآية، الطريقة اللي تديروها عند الوصل نمد 6 حركات هنا، أعيد طريقة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إنه، هنا عندنا غنة النون مقدار 2 حركات، وبعد وش عندنا هنا؟ عندنا واو صغيرة، هذه الواو الصغيرة هي مد صلة صغرى، هذه مد صلة كبرى مقدارها 6 حركات، هذه مد صلة صغرى مقدارها 2 حركات. عليم بذاته، إذا هنا عندنا حكم، هذا الحكم يسمى الإقلاب، يعني نقلب نون الساكنة ميما، يعني وين تشوفوا هذه الميم الصغيرة هذه في المصحف تقلبوا نون الساكنة ميما وتنطق عليم به، وبعده الحرف يكون بعده الحرف با، يعني الإقلاب يكون كيكون حرف البا. إنه عليم بذات الصدور.
الصدور الصاد تشد والراء تفخم. ألا يعلم من خلق؟ إذن هنا وش عندنا؟ عندنا حكم من أحكام النون الساكنة، والحكم هو الإظهار. سبق وأن شفنا الإخفاء، هنا عندنا الإظهار، نظهر النون الساكنة تقرأ من خلق. والحروف التي يكون فيها الإظهار هي الألف، الغين، العين، الحاء، الهاء، والخاء. أعيد ونقرأ: يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الراء ترقق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي، عندنا الدال عفوا دائما نأكدكم عليه، الذي جعل لكم الأرض. إذا هنا وش عندنا؟ الأرض، تقولوا للام من المفروض تكون ساكنة. إذا وش رانا؟ صرا نقل حركة عفوا نقل حركة. إذا كانت هنا همزة وفوقها الفتح، إذا حذفت الهمزة ونقلت الحركة تاع الهمزة إلى الحرف اللي قبلها وأصبحت تنطق الأرض. أعيد: هو الذي جعل لكم الأرض. عندنا هنا راء مفخمة، وعندنا ضاد حرف من حروف الاستعلاء، الأرض. ذلولا فامشوا، عندنا هنا عندنا إخفاء بغنة مرققة. في مناكبها وكلوا من رزقه، هنا وش عندنا؟ عندنا إدغام بعد حرف الراء، إدغام بدون غنة. وإليه النشور، نون مشددة بغنة مقدار حركتين والراء تفخم. نبدأ بالمراجعة، وعندنا ضيف عبد الرحمن. أهلا. أهلا. شكرا. أبدأ بقراءة الآية الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به. أو اجهروا به. أو اجهروا به. جيد. إنه عليم. شد على النون. إنه عليم. إنه. إنه عليم بذات الصدور. عبد الرحمن. عليم ب. عليم بذات الصدور. ما نكروش البي. عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور. جيد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق. ما تمج حرف الميم. ألا يعلم من. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عبد الرحمن، عندنا هنا خلق. من خلق وهو اللطيف الخبير. جيد. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تفضل عبد الرحمن. هو الذي جعل لكم الأرض. ما تمج حرف الميم عبد الرحمن. هو الذي جعل لكم الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض. ما تمتش الميم عبد الرحمن. هو الذي جعل لكم الأرض. لكم الأرض. ما تقولش بو. لكم الأرض. لكم. هكذاك. روح شوف. هو الذي جعل لكم الأرض. روح. ذلولا فامشوا في مناكبها. تبعني عبد الرحمن. ذلولا ف. ذلولا فامشوا في مناكبها. عودها لي. ذلولا فامشوا. ذلولا فامشوا. ذلولا ف. ذلولا فامشوا. كمل. في مناكبها وكلوا من رزقه. ماشي وكو. وكلوا من رزقه. وكلوا من رزقه. ها؟ وإله النشور. وإليه. وإليه النشور. جيد. شكرا عبد الرحمن. إذا الملاحظة اللي نعطيها لك عبد الرحمن، حذري من المدد. عندك لكم، حاول تدرب في البيت. نعم. ما تقولش لكم، تقول لكم الأرض بدون مد. لكم الأرض.
وكذلك تدرب على الإخفاء. عندنا هنا إخفاء بترقيق الغنة في مناكبها. هنا كذلك عندك قلت وكولو، ما تقولش وكولو، ما هو عندناش مد في حرف الكاف، نقولوا وكولو، وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن عليك بالمراجعة باش هكذا يسهل عليك الحفظ. نعم، شكرا. عفوا. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة، وفقنا الله ما يحب ويرضاه. عندي دعاء أقرأه وأمن عليه من فضلكم. اللهم قربني في رمضان إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.